ركزوا بقى مع المهندس منتصر زكي رئيس شركة مجموعة الاتحاد الاستثماري اللي يعتبر من أقدم رجال الصناعات الهندسية المتخصصين في تجهيزات ومعدات المطابخ العملاقة، 40 سنة خبرة في قطاع الصناعات الهندسية. بخبرة 40 سنة، إيه روشتة إنقاذ الصناعة في مصر؟ سؤال كبير جدا، ولكن خلينا نتكلم على الصناعات الهندسية اللي أنا شايفها ممكن تبقى قاطرة. أيوة. في مصر الحمد لله ان الحكومه بتاعتنا ابتدت تنتبه للصناعه في الفتره الاخيره، وده شيء كويس جدا جدا. حاليا الاراضي متوفره، القروض والبنوك مفتوحه لان هي تدي تمويل لاي مصنع محتاج اي تمويل، وما يقصناش غير ان احنا نستكمل المسيره في صناعات مكمله للصناعات اللي موجوده، ونطور من الصناعات دي عشان نقدر ننطلق في التصدير. الفكر بتاع التصدير هنا في مصر تقدر تقول حضرتك ان هو محتاج شوية توسع، لان احنا نقدر نقول الصناعة اللي عندنا محتاجة 70-80% اكتر من اللي هو موجود. الصناعات المكملة مش موجود، قطع غيار كتيرة جدا جدا احنا بنجيبها من بره، المفروض تتصنع هنا في مصر، يبقى في توطين للصناعه دي في مصر، والمشاريع نفسها تتقدم بالصناعات المكمله. القرار ان المهندس منتصر 40 سنه خبره في الصناعه منتظره لدعم الصناعه وقطاع الصناعات الهندسيه. اللي انا عايز اقوله لحضرتك ان الحكومه تدعمنا شويه، مساله دخول المكونات المطلوبة اللي من الخارج تبقى متوفرة، ويبقى فيه سهولة ويسر في فتح الاعتمادات أو التحويلات أو جمارك، وأنا أعتقد إحنا مش محتاجين أكتر من كده.